ألو، كيفك زاهين؟ مين معي؟ هاي أنا ساجو. أنتي؟ ليش عم تتصلي فيني بهالوقت هاد؟ عن جد ما عندك إحساس؟ الناس بتموت على هيك لحظات وبتضحي كتير ليكون في حدا بيحبها، وأنت عم تسألني ليش عم اتصل فيك؟ بس أنا ما قلت لك تخاطري بحياتك مشاني، أنتي اتصلتي فيني. خلصيني قليلي شو بدك. يلا أنا بدي اشتكي لك على أمك شو عملت. أنت ما شفت كيف تصرفت مع أمي وكيف بهدلتني إلي كمان اليوم؟ لو ناس غربة ما كانت عاملتهم هيك، ونحن عيلة واحدة. حابة أعرف منك شو السبب لحتى دافع عنا قدام أهلي على الأقل. روحي احكي هذا الكلام لأختك أو زوجها. هلأ أنا شو دخلني بكل هالقصة هاي؟ ليش شو طالع بإيد أختي ولا زوجها؟ ما حدا بيرد عليهم بالبيت. بعدين قلي إياها بصراحة. بدك يعني ضل بعيدة عنك؟ أنا إجاني كتير خطابين، واحد ورا واحد إجوا يخطبوني، أنا رفضتهم كلهم. مشانك أنت بس، شكله هذا الشيء ما أثر فيك أبدا. لك روحي وتزوجي مين ما بدك، أنا ما قلت لك ترفضيهم. لأنت رح تبقى مطنش، وأنت بتعرف كل شيء، بتعرف إني بحبك كتير، ومو من هلأ، من زمان. أنا بنت آسيوية، أنا وقت اللي بحب شخص بحبه طول العمر. وأنا بعرف إنك أنت بتحبني كمان، بس أنت خايف من أمك القوية. أنت طايق مخ هيك شيء؟ أنا صار لي ساعة عم بسمع كلامك الفاضي وأنت شكلك ما رح تسكتي. معناها بتحب وحدة تانية؟ لا أبداً. طيب قلي أنا شو ناقصني؟ مو ناقصك غير يكون عندك شوية عقل. أنت أخذ انطباع غلط عني، أنا بحياتي كلما فكرت فيكي بهيك طريقة أبداً. إذا بتتصلي فيني مرة تانية أو بتحاولي تحكي معي بهالأسلوب هاد، رح أنسى كل شي بيني وبينك ورح أتعامل معك بطريقة تانية. تركيني بحالي بقى. مستحيل أتركك طول ما أنا عايشة، عم تفهم سيد زاهين؟